السلام عليكم. وجه مغاربة بصوت واحد من قلب الدوحة رسالة إلى المعلق الرياضي في قناة بي سبور حفيظ الدراجي والدراجي والصحراء المغربية. وانتشر شريط فيديو لمغاربة وهم يهتفون بمغربية الصحراء من الملعب الذي جرت فيه أطوار المقابلة التي جمعت بين أسود الذين فازوا على نظيرهم السعودي بهدف واحد بدون مقابل. هذا وقد استحسن نشطاء الروح الوطنية التي أبانت عليها الجالية المغربية في قطر، وكذا دورها في الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، وكذا الرد على الأبواق المأجورة التي ما فتئت تصطاد في الماء العكر. وفي الآخر يبقى المغرب شامخا رغم كيد الأعداء.